بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. في هذا الفيديو القصير هنستعرض مع بعض هاو تو داونلود الاوراكل سيكوال ديفلوبر داتا موديلر. زي ما احنا عارفين السيكوال ديفلوبر داتا موديلر هو واحد من ضمن الديفلوبر تولز اللي احنا بنحتاجها عند دراسة التراك بتاع الداتابيزز. يعني اثناء دراستنا للداتابيزز بنحتاج ان احنا نرسم different data models، زي اللوجيكال داتا مودلز، زي الفيزيكال داتا مودلز، زي الريليشنال داتا مودلز وما الى ذلك. فالداتا موديلر هو الموديلنج تولز اللي هتساعدني في رسم كل هذه المودلز بمنتهى الاحترافيه ومنتهى السهوله واليسر في نفس الوقت. عشان نقدر نعمل داونلود للسيكوال ديفلوبر داتا موديلر لازم يكون عندي اكونت على الاوراكل. شركة أوراكل من خلال الويب سايت بتاعها بتتيح لينا كديفلوبرز أو كطلاب العديد من التولز فور فري، لكن عشان تحصل عليها لازم يكون عندك أكاونت على السايت بتاعهم. عشان تقدر تعمل أكاونت على أوراكل من هنا من عند ساين إن أو ريجستر. هنا لو أنت أوريدي عندك أكاونت هتعمل ساين إن، ما كانش يبقى هتعمل ريجستر وتعمل ساين أب فور نيو أكاونت. أما نيجي نعمل داونلود لازم في الاول نعمل اكسبت لللايسنس اجريمنت. لو ما عملناش اكسبت لللايسنس اجريمنت هو مش هيوافق ان هو يعمل داونلود للسوفت وير. وانس اللي انت عملت اكسبت لللايسنس اجريمنت بيبقى عندك هنا عده فيرجن من نفس السوفت وير حسب الاوبريتنج سيستم اللي انت شغال عليه. فهنفترض ان احنا شغالين على الويندوز، فانا عندي خيارين، هل انت عاوز ويندوز 64 بت ولا عاوز ويندوز 32؟ فانت اللي بتقرر. ونخلي بالنا ان السيكوال ديفلوبر داتا موديلر بيتطلب ان يكون الجي دي كي انستولد على البي سي، الجي دي كي اللي هي الجافا ديفلوبمنت كيت. فاحنا عندنا الخيار الاول هنا بيقول ان هو هينزل لك فيرجن يشتغل على الويندوز 64 وكمان هو عامل انكلود للجي دي كي. انت طبعا ممكن تكون قبل كده نزلت الجي دي كي بشكل منفصل فانت مش محتاج تنزل الجي دي كي تاني. اوكي، هنختار الفيرجن حسب الاوبريتنج سيستم بتاع البي سي اللي احنا هنعمل عليه انستول. لو انت برضو شغال ماك في فيرجن خاص بالماك، شغال لينكس في فيرجن خاص باللينكس. لو بدات اعمل داونلود لازم يسالني على الاكونت بتاعي ويطلب مني ان انا اعمل ساين ان قبل ما يبدا في عمليه الداونلود بالفعل. لو عندي اكونت هعمل ساين ان، ما كانش يبقى انا هعمل كرييت اكونت جديد من هنا. وونس ان انا عملت ساين ان هيبدا الداونلود في تنزيل السوفت وير عندي على البي سي. ثم الخطوه الجايه ان شاء الله هي عمل انستول للداتا موديلر. شكرا لوقتكم واشوفكم على خير.